العيدية تقليد متوارث وعادة قديمة تضفي فرحا على الصغير والكبير في العيد، كما أنها تعد من أهم مظاهره، حتى أن البعض بات يتفنن في طرق تقديمها للأطفال. أفكار مبتكرة وألوان زاهية يتم تطبيقها على أوراق مصنوعة من سعف النخيل بأشكال مختلفة وعبارات جميلة لمعايدة الأطفال في يوم العيد. فبطاقات العيادي فكرة جديدة تم اعتمادها لتوزيع العيادي بأسلوب لافت. بطايق العيد احنا نضيف عليهم اللي هو فكرة التشكيلات والألوان اللي تجذب الطفل، ونركز عليهم إنه يكونون شكلهم يكون جذاب. نضيف لهم اللي هو الجلتر على أساس يعطيها شكل حلو في نفس الوقت تجذب الأطفال. هذه البطاقات صنعت بحب وتم تصميمها خصيصا ليحتفظ بها الطفل وتكون لديه ذكرى جميلة لا تنسى، مرتبطة بذكريات يوم العيد. دائما ندخل فيها اللي هو خروف العيد وتشكيلات اللي هو المساجد وتراث البلد، دائما نضيفها على البطايق عشان ترمز حق البحرين. احنا نخبر الاهالي ان هذه الفكره مصنوعه من سعف النخيل على اساس يركزون عليها ويعطون الياه الفكره عنها، وفي نفس الوقت ناخذ منهم العيادي على اساس نحطهم بطريقه حلوه ويقدمونها حق الاطفال. أساليب متنوعة في تقديم العيادي للأطفال ليعي الطفل أهمية هذا اليوم ومكانته لدى المسلمين ويستشعر الفرح والسعادة في هذا اليوم. بطاقات العيادي فكرة مبتكرة ومتميزة لمعايدة الأطفال تقدم في كل عيد بأسلوب جديد ومبتكر. يتم وضع الأوراق النقدية الجديدة بداخلها وإعطاؤهم لأطفال العائلة من باب إدخال السرور على قلوبهم ومشاركتهم فرحة حصولهم على العيدية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.